وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الرائد الشيخ منيرة بنت راشد الخليفة، ضابط في شعبة الشؤون الإدارية بمديرية شرطة محافظة العاصمة. نرحب بك في نشرة الأخبار. بداية، ما هي أبرز الجهود التي مكنت المديرية من تحقيق هذا الإنجاز؟ نعم، بداية شكرا على هذه الاستضافة. وطبعا مثل ما أنتم عارفين، التوجيهات من سيدي معالي الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية، واللي كانت واضحة بأن يتم الاهتمام بالجانب التطويري ونشر مفهوم الصحة في بيئة العمل وانعكاسها الإيجابي على الخدمة المقدمة لأفراد المجتمع من قبل وزارة الداخلية. ستأتي المتابعة الحثيثة من قبل سيدي سعادة الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام، ودعمه المستمر للبرنامج هذا اللي تصب في تعزيز الجانب الصحي على مستوى وزارة الداخلية. فكان هدف التميز والإصرار على أن تكون المديرية أول جهة على مستوى مملكة البحرين تجتاز المستوى الألماسي في برنامج أماكن عمل صحية هو أحد العناصر اللي ساعدت في تحقيق هذا الإنجاز. واهتمام المديرية وتخصيص فريق هدفه التطوير الإداري وتحسين الأداء الوظيفي عن طريق رفع مستوى الوعي الصحي لدى الموظفين في تطبيق هذا البرنامج. فكانت الفرص متوفرة في وزارة الداخلية من حيث علاج الموظفين وتدريب سمح لتحقيق هذا الإنجاز. وطبعا ما ننسى دور وزارة الصحة، نعم، اللي بدورهم كانوا متابعين ومهتمين في تطبيق البرنامج بنجاح. نعم شيخة منيرة، كيف يعني سوف ينعكس هذا الإنجاز على عمل المديرية مستقبلا؟ نعم، طبعا استمرارية البرنامج في حفظ الصحة وتعزيزها في أماكن عمل، خصوصا فيما يتعلق في الصحة المهنية والبدنية والنفسية، ينعكس انعكاس كبير حتى على المجتمع. نعم، فأي دورة تدريب وصحة الموظفين كأحد العناصر الرئيسية اللي تأثر على نوع الخدمة المقدمة من قبل المديرية. فالانعكاس هذه طبعا ينعكس برفع مستوى الخدمة وانتفاع أفراد المجتمع بشكل عام. نعم، إذا الرائد الشيخ منيرة بنت راشد الخليفة، ضابط في شعبة الشؤون الإدارية بمديرية شرطة محافظة العاصمة، شكرا جزيلا لك.